السياسي مهند حافظ أوغلو، مرحبا بك سيد أوغلو. السيد أوغلو، كيف يمكن قراءة تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في هذا التوقيت تحديدا؟ سعدت مساء أستاذة أحلام وجميع المشاهدين. يعني لا شك التصريحات هذه أنا أراها تأكيد على ما كانت عليه تركيا في علاقاتها مع إسرائيل. الرئيس التركي اليوم يؤكد على أن العلاقات والاستخبارات بين البلدين لم تنقطع. ربما هي رسائل إيجابية التي تطلقها تركيا في ضمن سياساتها الخارجية في الأقليم بشكل عام، ومن ضمنها دولة إسرائيل. يعني نعم، هناك تركيا تقول أن هناك دولة إسرائيل وتعترف بدولة إسرائيل لوجودها الجغرافي، لديها شعب، لديها علم، لديها لغة، تتعامل معها استخباراتيا وربما تجاريا. نعم، هل يمكن اعتبار هذا تقارب علني أكثر ودا إلى إسرائيل في هذا الوقت تحديدا؟ لا شك، يعني الآن كلنا يدرك أن هناك موجة جديدة في النظام السياسي العالمي، وتركيا مع الأسف في ضمن أهداف بعض العواصم الإقليمية التي تريد أن تكسر من وجودها الحقيقي في أكثر من ملف إقليمي ودولي. لذلك تركيا الآن تريد أن ترسل رسائل إيجابية انفتاحية على الجميع بما فيهم إسرائيل، أنه لولا وجود بعض الخلافات مع القيادات العليا في إسرائيل وأسلوب التعاطي في الأسلوب السياسي مع فلسطين لكانت ربما الأمور سوف تكون أفضل مما عليه الآن. إذن تركيا تؤكد على ثباتها وموقفها تجاه القضية الفلسطينية، وفي نفس الوقت هي تقول بحكم الواقع أن هناك دولة إسرائيل ويجب الاعتراف بها، والأمور الاستخباراتية متواصلة بينها، كما أن الأمور الاستخباراتية متواصلة ما بين تركيا وبين نظام السوري في دمشق رغم كل الخلاف ورغم حالة العداء الموجودة. الأمور الاستخباراتية لا يمكن أن تنقطع، ولكن هي في المجرد في القراءة العامة الكل يؤكد على أنها سياسة انفتاحية ضمن السياسة. سيد أوغلو، تحدثت عن تغير في السياسة العالمية، هل هذا يأتي أيضا تبعا للسياسة المتغيرة في منطقة الشرق الأوسط وتطبيع العديد من الدول العربية والإسلامية علاقتها مع إسرائيل؟ وهل يمكن اعتبار على أن النافذة إلى العالم لتركيا تأتي عبر إسرائيل؟ يعني لا أتفق مع هذا هذه القراءة. يعني تصريحات الرئيس اليوم التركي أردوغان لا تأتي في سياق التطبيع الذي تجريه بعض الدول العربية مع إسرائيل. الأمر مختلف، الأمر فقط هو إرسال رسائل إيجابية تهدئة عامة، سيما فيما يتعلق بملف الشرق المتوسط، كون هناك وجود تحالف دولي أو إقليمي عفوا ضد تركيا في كل من إسرائيل، قبرص، اليونان ومصر. لذلك عندما تريد تركيا أن يكون التنسيق أكثر ارتفاعا بينها وبين دولة إسرائيل، هي تريد أن تخفف الضغط عنها، وإن كانت هي تؤكد على الثوابت وعلى الحقوق التي لا يمكن أن تتراجع عنها. يعني هذه الرسائل لا يفهم منها أن تركيا سوف تتراجع عن حقها في شرق المتوسط. على العكس تماما، الثوابت قائمة ولن تتحيد، ولكن السلاسة في التعاطي وعدم رفع النبرة هو الذي يتغير الآن في هذه المرحلة بسبب الموجة العالمية الجديدة والسياسة العالمية الدولية. نعم، في سؤال الأخير لك، هل يمكن أن نرى في القريب العاجل عودة السفير التركي إلى إسرائيل؟ هذا من البعيد الآن أن نقول أنه ربما سوف يعود السفير التركي إلى إسرائيل. الأمور والتمثيل الدبلوماسي بين البلدين يحتاج إلى خطوات من كلا الجانبين وليست فقط من جانب تركيا. الآن تركيا أرسلت هذه الرسالة إلى تل أبيب، كيف تتلقاها تل أبيب وترسلها إلى أنقرة؟ ما هي المعطيات على الواقع؟ كيف سوف تخطو خطواتها إسرائيل تجاه تركيا؟ أنا ذاك ربما نبحث لاحقا إذا ما كانت الأمور الدبلوماسية سوف تكون في تطور. نعم، أشكرك على هذا القدر من المعلومات، المحلل السياسي مهند حافظ أوغلو، كنت معنا من إسطنبول.